يا في هذه الأثناء بين حي سيدي معروف وتحديدا في منطقة المستقبل. بإزالة كل ما هو زائد عين المكان والمغارات تجري وغير قانوني في هذا الصباح. الناس هنا تفاجؤوا بهذه العملية. على غفلة منهم أصحاب المحلات هنا مندهشون بعد أن جاءت السلطات المتمثلة في الشرطة الإدارية والقوات المساعدة وكذا رجال الشرطة، حلت بعين المكان لتحرير الملك العمومي. ويخص الأمر مجموعة من المحلات هنا بحي المستقبل بسيدي معروف بمدينة الدار البيضاء. المحلات الآن التي يتم تحرير الملك العمومي بها، هناك محلات مفتوحة ومحلات تجارية مغلقة. ويتم تنبيه الناس من المرور هنا، خاصة أن الجرافة كل ما هو زائد. جنبات المحلات التجارية هنا بسيدي معروف
واحد.